مش هنسافر يا ماما. أنا مش ممكن هسمح لأي حد يقرب لك لأني بحبك. أرجوكي إلغي فكرة السفر دي خالص، خليكي هنا. قلت لك لا، لا عارف ولا فايق عشان تسيب اللي ورايا وشوف إذا كان أبوك بيموت ولا لا. أنت كل اللي يهمك إن أنا أبقى مرمي في الأوضة اللي جوه دي محبوس، بعمل اللي أنت عايزه، لكن أبويا يموت يعيش ولا فرق. سليم بلاش تطقيع لو فهمت أنت بتكلم مين، وبلاش تقول كلام تندم عليه بعدين. عبد الله قبل ما يقتلوه قال إن العملية اللي جاية عملية اغتيال. ايوه حمزه، بس احنا برضو لسه معرفناش هو كان ايه قصده لما قالك الكل. لازم نبدا نجمع الاحتفالات والمناسبات اللي ممكن تحصل الفتره اللي جايه، وبكده هنحدد الاماكن والتوقيتات. قسما بالله ابويا لو جرى له حاجه لا هيكون اللي فات كله كوم واللي جاي كله كوم تاني خالص وكله فوق دماغه. ابويا تعبان يروح احسن مستشفى، تجيبوا له احسن دكتور. خلاص يا سليم ابوك بيموت، انت هتخليني اشوفه يا حمزه؟ واحده مني يا سليم، لو سلمت نفسك هخليك تشوفه. هات سليم، كل الشحنة وصلت. حاضر. وما تطولش معاه في الكلام. احنا ندخل الحاجة المتحف ونطمن إن احنا جاهزين. إن شاء الله. هتلاقيني بكلمك أنت والإخوة علشان أقول لكل واحد هيعمل إيه. أيوة يا شيخنا. كله تمام. كل اللي أمرتني بيه حصل. بتفكر في إيه؟ حاج فواز، احنا بنعمل اللي نقدر عليه. انا بقول يعني لو لا قدر الله الحاج فواز مات يعني. قصدك اللي هيعمله سليم مش كده؟ سليم يا فندم في حياته دلوقتي اتنين مفيش غيرهم، ابوه ومراته، ولو خسر حد فيهم الله اعلم هيعمل فينا ايه. طب لما هو خايف عليه كده ما يسلم نفسه؟ مش هيسلم نفسه، حضرتك عارف كده، لان سليم عارف انه ميت ميت، حتى لو سلم نفسه لينا مش هنخليه يشوف ابوه. والله اعلم بقى ساعتها مين اللي هيشوف التاني قبل ما يموت. طب وهنعمل له ايه؟ ابوه من اصلا كان تعبان، بالعكس ده اول ما تعب دخلناه مستشفى ما اصلناش في حاجه. كل ده مش مهم، احنا قدام سليم منعناه انه يشوف ابوه قبل ما يموت. والله اعلم بقى هيعمل ايه وهينتقم ازاي. ربنا يستر. سليم أبويا بقاء لله يا ابني. ايوه ايه طيب في حاجه يا فندم؟ الحاج فواز تعب من شويه في المستشفى، حاولوا يلحقوا لك المدروش. يا حمزه ايه في ايه، مال صوتك؟ فواز مات؟ لازم نجهز لكل الاحتمالات، جاز النهارده ما يحصلش حاجه، لكن اذا حصل حاجه مش هنلاحق عليها. انا كلمت مع كل وهيجوا لنا اوضه الاجتماعات عشان نشوف هنعمل ايه النهارده. وحمزه وبهاء رجعوا ولا لسه؟ انا بعتهم يأمنوا العزاء ومعاهم فرقه امن مركزي عشان سليم لو فكر يروح هناك. تفتكر هيحاول؟ بطريقة اللي أنا فاهم بيها سليم ما افتكرش إن هو يروح، هو دلوقتي تلاقيه بيفكر هيرد علينا إزاي. صالح أمرك يا شيخنا. إيه؟ سليم ما خرجش من أوضته من إمبارح؟ لا يا شيخنا، قافل على نفسه من ساعتها ومش عايز يكلم حد. طب روح أنت شوف بتعمل إيه. حاضر يا شيخنا.
الكلام ده كويس. انت سبتهم في المخزن ورحت المستشفى، ما طلعتلوش ليه؟ علشان كنت خايف يقتلوك زي ما قتل ابوك. هي دي الداخليه يا سليم، اللي لا بترحم ولا بتسيب رحمه ربنا تنزل. علشان كده احنا كمان لازم منرحمهمش. انا هاخد حقي يا جابر، لازم، بس قسما بالله لو حد فكر يقف في طريقي. يا ابني انا مش جاي علشان اقف في طريقك. انت دلوقتي بقيت واحد مننا، واللي حصل لك ده كانه حصل لاي واحد فينا. فكر يا سليم وشوف انت عايز تعمل ايه علشان تاخد حق ابوك. اللي حصل ده لازم يترد عليه. أنا معاك يا ابني. مش أنت حلوك. عايز عربيات الأمن المركزي تكون موجودة في المناطق الحيوية بالقاهرة. المصالح الحكومية، الوزارات، الجامعات، وأي مكان فيه تجمعات. فكروا في أكتر مكان ممكن يسمع مع الإعلام. سليم لما بيعمل حاجة بيحاول إن كل الناس تعرف هو عمل إيه، وأي ضربة بيضربها بيحاول يأثر بيها على شكل الوزارة وسمعتها في جميع أنحاء العالم. أنا بقول لازم نزود الحراسة على خطوط المترو ومحطة مصر، يمكن يحاولوا ينفذوا أي تفجير هناك. أدخل. عملتوا ايه؟ للاسف ما ظهرش يا فندم. طيب اتفضلوا. المهم عايز فرق من اداره المفرقعات تكون موجوده معاكم في كل مكان. لازم نعمل حسابنا عشان لو حصل اي حاجه والاسعاف يكون جاهز، واعلنوا حاله الطوارئ في كل المستشفيات. والاعلام، ايه رايكم نصدر امر بحظر نشر اي حاجه ممكن تحصل؟ مش هيفرق معانا كتير يا سياده اللواء، لان زي ما حضراتكم عارفين ان اي حد دلوقتي معاه تليفون في كاميرا يتحول الى اعلام بديل، وصوره واحده بس تطلع على النت كأنها طلعت على كل قنوات التلفزيون. وعايز كمان قائمة بكل الأفراد اللي ممكن يكونوا الهدف من العملية اللي جاية دي. تعرفين أي حد ممكن سليم أو جابر يستغلوا الظروف دي ويحاولوا يختلوه. أنا فعلا فندم اشتغلت على الموضوع ده وعملت قائمة بكل الشخصيات المستهدفة في الفترة اللي جاية، بس للأسف حضرتك فيها أنت وسيادة اللواء. رجلي. يا رجلي، لا تعبت تعبت، مش قادرة مش قادرة يا ربي. يا رجلي. يا ربي تعبانة قوي. ماما. أنا في موضوع كده كنت عايزة أكلمك فيه. بصي أنا هقوم أريح شوية وبعدين نتكلم. ماما أنت ما ينفعش تقعدي معايا هنا أكتر من كده، انت لازم تسافري النهارده ولوحدك. انت بتقولي ايه؟ اسافر واسيبك؟ انا مش هتنقل من هنا من غيرك. عشان خاطر اسمعيني، اديكي شايفه اللي بيحصل اهو، وانت خلاص ما بقاش في ايدك اي حاجه تعمليها. انا عايزاكي تسافري عشان انا خايفه عليكي. لو خايفه عليا بجد تعالي معايا نسافر في اي مكان تختاريه. مش هينفع، سليم مش هيسيبني في حالي ولا هيخليني اروح في اي حته. خلاص ادي احنا قاعدين، لكن اسافر لوحدي لا. ماما ابوس ايدك تفهميني، سليم خلاص اتجنن وممكن يعمل اي حاجه. لا انت كده طمنتيني، انت قلتيها بقك، سليم اتجنن يعني عايزاني اسيبك عشان يعمل فيك اللي هو عايزه. عشان ده قدري وانا لازم اتحمل اللي هيحصل لي. انا مش هسافر وده اخر كلام عندي. بهاء انا عايزك تسيب القضيه دي يا بهاء. نعم يا اخويا. اسمعني للاخر وبعدين برد. الليله دي مش هتعدي على خير، واللي اسمه سليم ده ممكن يعمل اي حاجه في الدنيا. يا حمزه في ايه؟ هو انا هخاف ولا ايه؟ ما يعمل اللي يعمله، انا مش هسيبك. ده بنفهم. انا عايز اشتغل فيها لوحدي. حمزه احنا بدانا القضيه دي مع بعض وان شاء الله هننهيها مع بعض، وفكك بقى من الجو اللي بتعمله دوت عشان ما اقفش عليك. يا ابني انت مش عايز تفهم ليه؟ سليم عايزني انا. حمزة انا قلتها لك كلمة، لا يعني لا.
انا مش هسيبك بالذوق بالعافيه، مش هسيبك. انتهى. سليم، سليم ابوك مات علشان كان تعبان، واحنا عملنا كل اللي نقدر عليه. لو كنتوا عملتوا كل اللي تقدروا عليه ما كانش مات. وانا وانت عارفين كويس قوي لما تعوزوا تلحقوا حد كان ممكن تعملوا ايه. سليم قلت لك سلم نفسك وهخليك تشوفه، وانت اللي ما رضيتش. لكن انتوا سبتوه يموت ودلوقتي الدور عليكم. صاحبك هشام قدامك 10 دقايق. مامي ينفع نتكلم دقيقتين من غير خناق؟ انت عودتيني ان اعتمد على نفسي من وانا صغيره، ومن ساعه ما بابا مات وانت بتعامليني كصاحبتك مش كبنتك. خلينا نتكلم شويه كاصحاب. سليم بيعمل كل اللي بيعمله ده يا ماما عشان خاطر حاجة واحدة بس، إن أنا في الآخر أرجع له. يعني هو ولحد النهاردة عايزني أنا وبس، عشان كده مفيش أي حد غير يقدر يوقفه على اللي هو بيعمله. وأنا ما أقدرش أسيبك لسليم، ولا أنا عايزة أبقى معاه، بس طالما أنت هنا معايا يا ماما سليم هيقدر يوصلك بأي طريقة، وساعتها هضطر أعمل اللي هو عايزه مني. يعني انت يا ماما نقطه الضعف الوحيده اللي سليم يقدر يضغط عليا بيها، عشان كده عايزاكي تبعدي عشان احميكي واحمي نفسي. انا ماما الموضوع ده مش هيطول، اوعدك. هما كام يوم لغايه ما سليم يتمسك وبعد كده هنرجع نقعد مع بعض. انا عارفه يا ماما انت استعملتيني قد ايه وتعبتي معايا قد ايه، بس عشان خاطري المره دي لازم تبعدي، أوعدك. ازاي سبتوا ده يحصل؟ عدد من المناطق الحيوية ازاي؟ الامر الذي ادى الى سقوط العشرات ما بين ضحايا ومصابين. سيادتك يا فندم، محدش فينا كان متخيل ان الامور هتوصل للدرجات، وهوصل من ساعة القضية الزفت دي ما اتفتحت وكل يوم عندنا مصيبة. سرعة نقل المصابين وتكثيف الحملات الامنية لسرعة القبض على البنات.
والذين يتردد كم أعضاء رئيس الوزارة. مش عارف أروح أقول له إيه. قول له يا فندم إن إحنا في حالة حرب، حرب مع الإرهاب. سيادتك كل يوم بيقع مننا ناس عشان بيأدوا واجبهم. سيادتك إحنا ما قصرناش في حاجة، والكل لازم يعرف ويفهم عشان يقدروا اللي إحنا فيه. هشام! هشام! الإسعاف! أنا المقدم حرزة من الأمن الوطني، عايز إسعاف ضروري حالا دلوقتي، في ضابط بيموت! هشام! المعادي شارع 7، أرجوك بسرعة! حمزة ده بينزل في حمزة، لازم يتنقل المستشفى بسرعة! الإسعاف جه حالا! الو سليم صح؟ والدور على مين بقى ان شاء الله؟ وحيد خليك هنا، انا هحاول الحق. يلا بسرعه يا حمزه. هشام 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 ومعنا الان خبر عاجل ومؤكد، وهو سقوط ضابط سابق في جهاز الامن الوطني بعد تعرضه لمحاوله اغتيال. شهود عيان في موقع الحادث اكدوا انه تعرض لاطلاق الرصاص عليه من مجهول، وجاري الان نقله الى المستشفى في حاله الحرجه. هذا وقد شهدت القاهره اليوم سلسله من التفجيرات الارهابيه المشتبه في كونها فصيل جديد من جماعه نور الهدى الارهابيه، وجاري الان البحث عن الجناه بعد صدور اوامر بسرعه ضبطهم والقاء القبض عليه. ايوه وحيد انت فين؟ خليك عندك، اوعى تنزل، اوعى تروح اي حته، انا جاي لك في السكه حالا دلوقتي. طيب خلاص اوكي متشكره قوي، شكرا، باي باي باي. ماما انا حجزت لك بكره على طياره بيروت. صبري طب انا هتحرك عليه حالا دلوقتي. سلام هذا وقد صدر بيان عاجل من رئاسة الوزراء منذ قليل يدين الأحداث الإرهابية التي شهدتها البلاد اليوم والتي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين، ويعد هذا البيان هو الثاني من نوعه. كل اللي عملته بيتنفس يا شيخ. عارف يا صالح. عارف. سليم دلوقتي في طريق التنفيذ أهم ضربة لينا. إيه؟ هو هيعمل إيه تاني؟ مش مهم يا صالح هيعمل إيه. المهم دلوقتي إن سليم رجع لنا. خد يا صالح. الباند عايزه يتوزع على كل الجرائد ومواقع الانترنت، عايز كل الناس تعرف اللي حصل ده حصل ليه ومين اللي وراه. امرك يا شيخنا.
متشكر يا حمزه، الف شكر. على ايه يا فندم؟ خير يا فندم، انت كويس؟ انا كويس. في ايه؟ في حاجه؟ في ايه؟ انت ما قلتلوش ولا ايه يا حمزه؟ فندم كان جاي لنا تهديد من سليم لسعادتك. يبقى سليم اتجنن، وعشان كده لازم نوصل له بسرعه يا جماعه قبل ما يقتل حد تاني مننا. بص يا حمزه، اللي انا متاكد منه لحد دلوقتي ان لو في حد سليم عايزه، الحد ده هو انت. انا متاكد يا حمزه، علشان كده انت لازم ترجع الوزاره، لازم يا حمزه، وما تخرجش منها ابدا. تمام؟ ابوس ايدك، اسمع كلامي ولو مره واحده في حياتك. ارجع انت وسيبنا اتصرف، وان شاء الله النهارده مش هيعدي الا وسليم في ايدي. يا بهاء افهم افهم بالعقل كده. هو دلوقتي عمال يقتل واحد ورا التاني، وقبل كده كان في انفجارات، ليه كل ده؟ اكيد يا فندم علشان البلد تولع، علشان الاعلام يصور، علشان الناس تخاف. ممكن ساعتها الوزير يتشال. تفتكر يا فندم ممكن يبقى الهدف اللي جاي هو الوزير؟ والله ممكن، تصدق؟ وعشان كده بقى احتياطيا لازم تتصلوا بسيف يا جماعه، علشان يبلغ حرس الوزير انه ما يخرجش دلوقتي، واذا بفرض انه لازم يخرج لازم يغير خط سيره بسرعه يا جماعه، مفيش وقت. ايوه حمزه، في ايه؟ لا لسه سياده الوزير ما خرجش. بتقول ايه؟ سيادة الوزير. ايه فيه؟ سيادتك ما ينفعش تخرج من الوزارة دلوقتي. ايوه يا نهى. ايوه حبيبي، عاملة ايه؟ تمام، انت كويسة؟ انا تمام يا حبيبي، انا تمام الحمد لله، كويس كويس، وبابا كمان كويس ما تقلقيش. انت فين يا ستي؟ والله كلنا كويسين زي الفل. انا بقولك اهو، انت فين بقى؟ فين؟ الو، قولي تاني، صوتك بيقطع يا نهى. الو، هو ده وقته؟ هو ده وقته؟ يعني ايه ما اقدرش اخرج؟ ده كلام يا سياده اللواء؟ يا فندم، خروج سعادتك من الوزارة هي الحاجة الوحيدة اللي هم عايزينها دلوقتي. كل اللي بيحصل بره دلوقتي عشان سعادتك أول ما تخرج تتعرض لمحاولة اغتيال. يبقى تمنعوهم، تشوفوا شغلكم، مش تقول لي اقعد في مكتبي. يا فندم احنا مش في ظروف طبيعية، لازم نتعاون على الأقل الليلة دي. يعني ايه وزير الداخلية ما يقدرش يطلع من مكتبه؟ يا فندم أنا سيف، أنا اخترتك علشان قلت إنك هتقدر على المهمة دي، لكن واضح إن اختياري كان غلط. وماله، الغلط يتصلح. في عربية مستنياك يا ماما تحت، هتوصلك لحد المطار، وأنا مظبطة لك كل حاجة هناك، العربية بحجز الأوتيل بكله. عارفة يا ماما لو عليا كنت أنا وصلتك بنفسي، بس أنت فاهمة؟ فاهمة، خلي بالك من نفسك. حاضر يا ماما، هخلي بالي من نفسي وهكلمك كل يوم وأطمنك عليا كل يوم. عارفة لو ما كلمتنيش كل يوم هحجز في أول طيارة وحاجة ويحصل اللي يحصل، فاهمة؟ فاهمة يا ماما، حاضر. وبعدين يا ماما إحنا مش هنغيب عن بعض شهور، هما إن شاء الله يومين وهنرجع نتقابل تاني إن شاء الله. بس يا ماما، بس يا ماما، شافي بقى ما تقطعيش قلبي. بس 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 خلي بالك من نفسي. حاضر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يلا كفاية يا سليم، كفاية. مش مكفيك كل اللي ماتوا؟ لا مش كفايه. قلت لك زي ما ابويا مات كلكم هتموتوا. انتوا اللي قتلتوه يا حمزه، انتوا. وانا اللي هقتلك يا سليم. سامعني؟ قسما بالله العظيم لاجيبك واقتلك يا سليم. الدور على بنت اللواء صبري. نهى، قدامك ربع ساعه. ايه
ايوه نوح، انا وصلت تحت البيت. انت فين؟ بيت ايه؟ بيتكم القديم. نعم، هو انت مش بعتلي مسج بتقولي لي تعالالي عند بيتي القديم؟ امال مين اللي بعت المسج دي؟ طب انت فين دلوقتي؟ خليك